تصفيق حارة على المنتخب الأرجنتيني. والآن نستمع إلى النشيد الوطني الجزائري. شكرا للحضور لناس بليدة. ننطلق في المنافسة طبعا، وسوف نحتضن أول منافسة اللي راح تجمع بين فرناندو مارتينيز من الجانب الأرجنتيني في فئة أقل من 54 كيلوغرام، والجزائري إبراهيم سمير 22 سنة. فلنشجع المنتخب الجزائري. احنا ننتظر وصول الحكيمين الجزائريين. تفضلوا معنا المنتخب المنافسين. هو نذكر انه فقط انه الحكام اللي رايحين يحكموا المقابله الاولى هو الحكم الرئيسي البولوني غورني ماريوز، والفرنسي لان جون روبير، والمجري سلاما سلطان، واليوناني بوغيواس إيفانجيلوس. Fernando, este mundo como uno más. Fernando Martínez, luego de un rato la bienvenida le dio mamá. El argentino será negrito, rico y sabroso, يسعد. Un gran señor. La حلبة, la gran estrella que la familia siempre soñó. عمر 21 más deseado que las mujeres adorarán. Tan solo un sueño, dura batalla. Desafío contra el destino, querer triunfar. Llego a la vida con la ilusión de ser el mejor. Pero que fallo, la gente dice es el perdedor. Con su templanza no hay quien lo aguante. Contra la vida tira para adelante. Siempre soñando vas a llegar, serás el mejor. Y por el barrio va el campeón de la vida. Una carga de sueños y anhelos que nunca olvida. Y por el barrio va triste perdedor.
إبراهيم سمير من الجانب الجزائري فليتفضل هو بصحبة الطاقم المشرف على هذا الملاكم الشاب. شجع إبراهيم سمير. نذكر فقط أنه فرناندو مارتينيز له 7 مقابلات في WSB، خسر في مقابلتين ونجح وتلقى يعني نجح في 5 مقابلات. أما سمير إبراهيمي فهو بطل في المنافسة القارية، ميدالية برونزية في 2011 وواحدة أخرى في 2009. فنشجع ملاكمينا ونشجع خاصة الرياضة والفن النبيل والروح الرياضية. شكرا.
Atenção.
Thank you.
Merci.